بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الدبلومة المهنية ببرنامج التعليم المفتوح، أهلا بكم في مقرر كود 101، مقرر معايير المحاسبة. سبق وتعرفنا في المحاضرات السابقة على التدفقات النقدية اللي الداخلة والخارجة من نشاطين من أنشطة المنشأة، وهو نشاط التشغيل ونشاط الاستثمار. التدفقات النقدية بيتناولها المعيار المحاسبي المصري رقم 4 بعنوان قوائم التدفقات النقدية. التدفقات النقدية زي ما قلنا من شوية بتيجي من عدة أنشطة: نشاط التشغيل، نشاط الاستثمار، ونشاط التمويل. اتعرفنا على أمثلة للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة من نشاط التشغيل، وأيضا أمثلة من التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من أنشطة الاستثمار، وعرفنا إن إزاي بنحسبها أو إزاي بنحددها لإدراجها في قائمة التدفقات النقدية اللي أساسا بيتم إعدادها استنادا إلى الأساس النقدي. وتعرفنا أيضا على كيفية تحديد صافي التدفقات النقدية سواء من نشاط التشغيل أو من نشاط الاستثمار، وإيه هو تفسير الرقم اللي طالع. النهاردة هنكمل قائمة التدفقات النقدية ونركز على النشاط الثالث وهو أنشطة التمويل. فهنحاول نتعرف على قياس الأنشطة التدفقات النقدية من أنشطة التمويل. إحنا سبق وقلنا إن أنشطة التمويل دي اللي بتأثر على حسابات القروض وحقوق الملكية زي السندات والقروض طويلة الأجل اللي بتحصل عليها المنشأة، وأيضا الأسهم العادية والاحتياطيات والأرباح المحتجزة اللي هي بتعبر عن حقوق الملكية. عشان أحسب التدفقات النقدية من هذه الأنشطة، طبعا في تدفقات نقدية داخلة وتدفقات نقدية خارجة. التدفقات النقدية الداخلة اللي هي المتحصلات، التدفقات النقدية الخارجة اللي هي المدفوعات. فلو حبينا إن احنا نحدد المتحصلات من إصدار قروض طويلة الأجل، هنطبق معادلة، ومن المعادلة دي نقدر نعرف حاجتين اتنين فيما يتعلق بقروض طويلة الأجل. الحاجة الأولانية إذا كنا بنبحث عن المتحصلات فهنطبق القاعدة اللي احنا هنقول عليها دلوقتي، أو الحاجة التانية إذا كنا بنبحث عن المسدد أو المدفوع للقروض طويلة الأجل برضو هنطبق نفس الإيه القاعدة، بس المعلومات اللي هتكون عندي هي اللي هتحدد لي أنا أقدر أوصل لإيه. فلو أنا ببحث عن المتحصلات من إصدار قروض طويلة الأجل، هطبق القاعدة اللي بتقول رصيد القرض أول المدة، هنضيف عليه النقدية المحصلة من إصدار قروض جديدة، وده اللي احنا بندور عليه في المعادلة دي أو بنحاول إن احنا نحسبه في المعادلة دي. أشيل منه القروض المسددة يديني رصيد القروض طويلة الأجل آخر المدة. فلو أنا عايزة أطبق المعادلة دي عشان أحصل على المتحصلات من إصدار قروض طويلة الأجل، لازم يكون عندي معلوم أرقام عن رصيد القرض أول المدة، والقروض المسددة خلال الفترة، ورصيد القرض آخر الإيه المدة. يبقى في الحالة دي أقدر أوصل لإيه؟ للنقدية المحصلة من إصدار قروض جديدة. بنفس القاعدة دي هقدر أوصل للمدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل، بس المرة دي لا بد ان المعطيات او الارقام المعطاه بتختلف. فعشان اوصل للمسدد من القروض طويله الاجل، لازم يكون عندي معلومه عن رصيد القرض اول المده والنقديه المحصله من اصدار قروض جديده. فانا ببحث هنا عن القروض المسدده، ولا بد ان يكون معروف لدي رصيد القرض القروض طويله الاجل اخر المده. يبقى بالقاعدة اللي قدامي دي بقدر أحصل على معلومتين: معلومة عن المتحصلات ومعلومة عن المسدد من القروض طويلة الأجل، استنادا إلى الأرقام المتوفرة لدي. لو حبينا إن احنا نتعرف على المتحصل من إصدار الأسهم، المتحصل من إصدار الأسهم، أنا أصدرت أسهم خلال الفترة، حصلت على قد إيه؟ فبطبق القاعدة اللي قدامي دي: رصيد الأسهم العادية أول المدة زائد النقدية المحصلة من إصدار الأسهم الجديدة، وده اللي أنا ببحث عنه. أشيل منه تكلفة أسهم الخزانة المباعة، ودي بتبقى معطاة، بيديني رصيد الأسهم العادية آخر المدة.
وطبعا زي ما هو مفهوم من المعنى ان المتحصل من اصدار القروض بيمثل ايه؟ بيمثل تدفق نقدي داخل. طب لو حاولنا ان احنا نتعرف على المتحصل من بيع اسهم الخزانة، طبعا فيه اسهم خزانة من الممكن ان يتم بيعها، بقارن بين تكلفتها وبين المتحصل من بيعها، تكلفة الحصول عليها ومن المتحصل من بيعها، واشوف هل هناك ربح او خسارة من هذه من بيع او التخلص من هذه الاسهم. ففي الاول علشان اوصل للمتحصل من بيع اسهم الخزانة لابد ان انا احدد تكلفة شراء تكلفة اسهم الخزانة المباعة، تكلفة اسهم الخزانة المباعة. وبعدين اوصل للمتحصل ازاي؟ عن طريق ان انا اضيف او اخصم الزيادة او النقص حسب اللي موجود عندي في المسألة من ثمن البيع. ففي الاول نحاول ان احنا نحدد المتحصلات من نحاول ان احنا نحدد تكلفة اسهم الخزانة المباعة باستخدام القاعدة اللي قدامي، وبمعلومية رصيد اسهم خزانة اول المدة زائد تكلفة شراء اسهم خزانة ناقص تكلفة اسهم خزانة مباعة، وده اللي احنا بندور عليه او بنحاول نوصل له، بيديني رصيد اسهم الخزانة اخر المدة. وصلت لتكلفة اسهم الخزانة المباعة بستخدمها عشان اوصل للمتحصلات النقدية من بيع اسهم الخزانة، عن طريق ان انا اشوف تكلفة اسهم الخزانة المباعة كام، اضيف عليها لو كان فيه زيادة في ثمن البيع عن تكلفتها، اضيف عليها الزيادة او اخصم منها النقص اذا كان ثمن البيع اقل من الايه؟ من التكلفة. يبقى كده بنقدر نوصل للمتحصلات من بيع اسهم الخزانة، بنوصل ليها على خطوتين وليست خطوة واحدة. طيب تعالوا نشوف بعد كده المسدد من القروض طويلة الأجل. المسدد من القروض طويلة الأجل تطرقنا إليها لما اتكلمنا على المتحصلات من القروض الجديدة في القاعدة الأولانية السابقة اللي هي موجودة المتحصلات من إصدار قروض الخزانة، اتكلمنا عنها، يبقى مفيش داعي إن احنا نكرر الموضوع ده. النقطة اللي بعديها المدفوعات لاستهلاك الأسهم. المدفوعات لاستهلاك الأسهم بحسبها ازاي؟ بمعلومية رصيد الأسهم أول المدة زائد المتحصلات النقدية من إصدار أسهم جديدة ناقص المدفوعات لاستهلاك الأسهم دي اللي أنا بدور عليها، يديني رصيد الأسهم آخر المدة. يبقى كده أقدر أوصل للمدفوعات لاستهلاك الأسهم، وواضح من كلمة المدفوعات إن هي تدفق نقدي خارج. تعالوا نشوف مدفوعات نقدية لشراء أسهم الخزانة. هشتري أسهم خزانة، عشان أشتري أسهم الخزانة ففي تدفق نقدي خارج. طيب أحسبه إزاي؟ رصيد أسهم خزانة أول المدة يضاف عليه تكلفة شراء أسهم الخزانة، ده اللي احنا بندور عليه، نشيل منه تكلفة أسهم خزانة مباعة لابد أن تكون معطاة، يديني رصيد أسهم خزانة آخر المدة. أما فيما يتعلق بالتدفق النقدي الخارج اللي بيتناول توزيعات أرباح مدفوعة، فدي لازم عشان أوصل لها لابد أن أنا أطبق قاعدتين. من القاعدة الأولانية أو من المعادلة الأولانية أقدر أوصل للتوزيعات المعلن عنها، وبعد كده أستخدم التوزيعات المعلن عنها دي في أن أنا أوصل لتوزيعات أرباح مدفوعة. طيب إيه هي المعادلة الأولانية اللي أنا هوصل منها للتوزيعات المعلن عنها؟ اللي هي بتقول أرباح محتجزة أول المدة هضيف عليها صافي الدخل خلال العام، وأنا بدور على التوزيعات المعلن عنها هيديني أرباح محتجزة آخر المدة. يبقى عندي ثلاث أرقام معروفين، الرقم الثالث اللي هو التوزيعات المعلن عنها مش معروف، أقدر إن أنا أستنتج من التوزيعات المعلن عنها. هطبق القاعدة الثانية اللي بتقول توزيعات مستحقة أول المدة، ودي بتبقى معلومة، زائد التوزيعات المعلن عنها احنا لسه محددينها من شوية، أشيل منها التوزيعات المدفوعة اللي أنا بدور عليها، الرقم ده بحاول أحسبه، يديني توزيعات مستحقة آخر المدة، ودي بيبقى رقم معلوم. علشان كده لابد إن احنا نخلي بالنا إن سواء بالنسبة للمتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية اللي هو التدفق النقدي الداخل والتدفق النقدي الخارج من أنشطة التمويل،
نخلي بالنا ان احنا من الممكن ان احنا نستخدم اكتر من قاعدة او اكتر من معادلة للوصول الى رقم معين. ده فيما يتعلق بقياس التدفقات النقدية من انشطة التمويل. طيب زي ما اتفقنا قبل كده ان المتحصلات بتمثل تدفقات نقدية داخلة، المدفوعات بتمثل تدفقات نقدية خارجة. الفرق بين الاتنين بيديني صافي التدفق النقدي من النشاط، واحنا بنتكلم هنا عن نشاط الايه؟ التمويل. طيب عايزين نفسر صافي النشاط النقدي، تدفقات صافي التدفقات النقدية اللي طالعة من النشاط ده. احنا عارفين ان التمويل في المنشأة بيتم من خلال عدة مصادر. المصدر الاولاني اموال مولدة داخليا، يعني عن طريق النقدية اللي بتطلع من انشطة التشغيل، واموال مولدة خارجيا. خارجيا اللي هي ايه؟ ان انا بصدر الاسهم وبقترض اموال من الايه؟ من الغير على اساس طويل الاجل، لانها بترتبط بنشاط التمويل. لما باجي اكون هيكل راس المال بتاعي لابد ان يكون مزيج بين الايه؟ التمويل الداخلي والتمويل الخارجي. طب ايه السبب؟ علشان اجنب او اتغلب على مخاطر التمويل المختلفه وخصائص العائد المرتبط بالتمويل. وبناء على ذلك فقائمه التدفقات النقديه اللي موجوده قدامي بتحدد لي المصدر اللي اختارته المنشاه للتمويل. يعني استخدمت في التمويل هل النقديه اللي طالعه من نشاط التشغيل اذا كان صافي التدفق النقدي بالموجب، ولا استخدمت مصادر التمويل الخارجيه من اقتراض واصدار اسهم. ده اللي بيحدده قائمه التدفقات النقديه من نشاط الايه؟ التمويل. طيب ايه فايده الصافي اللي طالع ده؟ بيستخدموا المحللون الماليون في ان هم يقيموا هيكل راس مال المنشاه واحتمالات نموها استنادا الى هذه الايه؟ المعلومات. فدي بتعتبر معلومه مهمه بيستخدمها المحللين الماليين في تقييم هيكل المنشاه، وتعرف على الهيكل هل بيجمع بين التمويل الداخلي والتمويل الخارجي، ولا بيركز على نوع واحد من التمويل بشكل اكبر من الاخر. وبالتالي هقدر اقيم واحلل واقول ان المنشاه دي المخاطر اللي ممكن تتعرض لها كبيره، وبالتالي اوجه الانتباه او النظر الى هذه النقطه. ده فيما يتعلق بتفسير صافي التدفقات النقديه من انشطه التمويل. بعد ما خلصنا التفسير صافي التدفقات النقديه من انشطه التمويل، احنا قلنا في نشاط تشغيل ونشاط استثمار ونشاط تمويل، وبيدخل في هذه الانشطه التدفقات الداخله والتدفقات الايه؟ الخارجه من النشاط. تعالوا نشوف نوع اخر من الصفقات اللي بتحدث في المنشاه بخلاف معاملات الاستثمار والتمويل، بيطلق عليها الصفقات غير النقدية. الصفقات غير النقدية، الصفقات غير النقدية لا تتطلب استخدام نقدية او ما في حكمها، وبالتالي لابد ان احنا ايه؟ نستبعدها او ما ندرجهاش في قائمة التدفقات النقدية، لان قائمة التدفقات النقدية بتركز على ايه؟ على التدفقات النقدية باستخدام اساس النقدي. لكن الصفقات غير النقدية لا يترتب عليها استخدام نقدية أو ما في حكمها. طب إيه أمثلة للتدفقات غير النقدية؟ لو أنا كان علي قرض، القرض ده ما سددتوش ولكن رحت محولاه لأسهم، يبقى في الحالة دي حولت الدين اللي عليا إلى حقوق إيه؟ ملكية. يبقى ده يعتبر ما ترتبش عليه لا دخول نقدية ولا خروج نقدية، وبالتالي يطلق على هذا النوع من الصفقات الصفقات غير الايه؟ النقدية. او مثال اخر، ان انا اشتري اصل من الاصول او اشتري منشأة بس مش هدفع فيها تدفق نقدي خارج نقدي، ولكن مقابلها هيكون عن طريق ان انا اصدر حقوق ملكية، يعني اصدر اسهم في رأس الايه؟ المال. اصدر اسهم في رأس الايه؟ المال. يبقى كده ما دفعتش فلوس، ولكن في المقابل، مقابل ان انا اشتريت المنشأة دي، اعتبرت اصحاب هذه المنشأة جزء من الايه؟ ملاك المنشأة، فاصدرت اسهم حقوق ملكية.
هذا النوع من الصفقات لا يجب إدراجه، أي يتم استبعاده من قائمة التدفقات الإيه النقدية. طيب هل معنى ذلك إن أنا ما أشيرش إليه في أي مكان في القوائم؟ لا، بنشير إليه في الإيضاحات المتممة، نقول إن دي صفقة غير نقدية ترتب عليها حصول المنشأة مثلا على أصل ثابت، ولكن عن طريق إيه؟ إصدار حقوق ملكية وليس عن طريق التدفقات النقدية. تعالوا نتكلم أيضا على نوع من الصفقات أيضا اللي هي تعتبر صفقات مشتركة. يعني إيه صفقات مشتركة؟ صفقات مشتركة يعني بتأثر على نوعين من الأنشطة، اللي موجودة في المنشأة، نشاط الاستثمار ونشاط التمويل. بمعنى إن ممكن المنشأة إن هي تقوم بسداد جزء من سعر أصل من الأصول نقدا، والباقي يبقى على الحساب، يعني هيكون التزام على المنشأة، أو إن أنا بالباقي أصدر أسهم في رأس المال. فالنوع ده من الصفقات يتضمن نوعين من الأنشطة، نشاط استثماري اللي هو حصلت على الأصل الثابت، والنوع الثاني نشاط تمويلي لنتيجة إن أنا زودت رأس المال أو زودت الالتزامات اللي عليا. هيطلق على هذا النوع من الصفقات بالصفقات المشتركة. الصفقات المشتركة اللي بالمفهوم ده لا تعتبر جزء من أنواع أو نوع من أنواع الصفقات غير النقدية، نوع من أنواع الصفقات غير النقدية، لأنه لم يترتب عليه استخدام النقدية أو ما في حكمها. وده الرأي اللي ورد ضمن المعيار المحاسبي المصري رقم 4، بأن احنا ما نضمنش أو ما ندركش هذا النوع من الصفقات في قائمة التدفقات النقدية. ولكن هناك رأي آخر في الأدب المحاسبي، رأي آخر بيقول إن من الأفضل إن احنا نبص للصفقات المشتركة دي على إنها صفقتين، صفقة أولى وصفقة تانية. الصفقة الأولانية تخش ضمن النشاط الاستثماري، إزاي؟ على أساس إن أنا اشتريت أصل ثابت، فشراء الأصل الثابت بيعتبر بيعتبر نشاط استثماري طلع مقابله تدفقات نقدية خارجة، فبالتالي دي الصفقة الأولى ضمن النشاط الاستثماري. أما الصفقة الثانية فتدخل ضمن النشاط التمويلي. طيب تدخل ضمن النشاط التمويلي على أساس على أساس إن أنا حصلت على المبلغ النقدي ده من أحد الدائنين، أو أصدرت أسهم في رأس المال بقيمته، ففيه تدفق نقدي دخل وفي الوقت نفسه نشأ التزام. يبقى إذن دي تخش في ضمن النشاط التمويلي، يعني نعتبرها مرة ضمن النشاط الاستثماري ومرة ضمن النشاط التمويلي. في النشاط الاستثماري هيترتب عليها تدفق نقدي خارج، أما في النشاط التمويلي هيترتب عليها تدفق نقدي داخل. المبلغين متساويين، التدفق النقدي الداخل يتساوى مع التدفق النقدي الخارج في الصفقتين، وبالتالي التأثير النهائي على التدفقات النقدية هيساوي صفر. ومع ذلك أصحاب هذا الرأي بيقولوا إن احنا ندرج هذه الصفقات المشتركة في قائمة التدفقات النقدية، إلا أن المعيار المحاسبي المصري رقم 4 أو وضح صراحة إن احنا ما نضمنش قيمة التدفقات النقدية بمثل هذا النوع من الصفقات. ده فيما يتعلق بالصفقات المشتركة اللي بتعتبر نوع من أنواع الصفقات غير النقدية. بكده يكون انتهى المعيار المحاسبي المصري رقم 4 اللي هو بيتناول قوائم التدفقات النقدية، وده تم تغطيته في على مدى 3 محاضرات. تناولنا في الأول التدفقات النقدية من نشاط التشغيل، وعرفنا إزاي بنحدده، وأيضا التدفقات النقدية من نشاط الاستثمار ونشاط التمويل، وفسرنا صافي التدفق النقدي الناتج عن كل نشاط من هذه الأنشطة. هنحاول دلوقتي ننتقل إلى معيار آخر
وهو المعيار المحاسبي المصري رقم 10. المعيار ده بيتكلم عن الأصول الثابتة، نظر لأن المعيار ده معيار كبير في ضمن المعايير، فتم تقسيمه على فصلين، الجزء اللي احنا تناوله في الفصل السادس وجزء آخر تليه الفصل السابع برضو بيتكلم عن المعيار المحاسبي المصري رقم 10. هنبدأ هنا نتكلم عن ايه الأصول الثابتة وإهلاكاتها. في الأول لازم نتعرف ايه المقصود بالأصول الثابتة وايه هي خصائصها. المعيار المحاسبي المصري رقم 10 حط تعريف للأصول الثابتة، قال إن هي أصول ملموسة بتحتفظ بها المنشأة لاستخدامها في عدة أغراض، في إنتاج أو توفير السلع والخدمة، أو لتأجيرها للغير، أو لاستخدامها في الأغراض الإدارية. ده مش كده وبس، ده من المنتظر إن احنا نستخدمها لفترة تزيد عن فترة محاسبية واحدة. يبقى فيه عندي هنا محدد هام وهو استخدام أكتر من فترة محاسبية واحدة، وبنقتني هذه الأصول بغرض إن احنا إيه نستخدمها مش بغرض إعادة البيع. بيتضح من التعريف ده عدة صفات بتتصف بها الأصول الثابتة. أول خاصية هي إن الأصول الثابتة ليها كيان مادي ملموس، وده بيميزها عن الأصول الأخرى غير الملموسة، لأن أنا عندي نوع من أنواع الأصول اللي هو الأصول غير الإيه الملموسة. الأمثلة عليها براءات الاختراع، العلامات التجارية، شهرة المحل، دي كلها تعتبر أصول غير ملموسة، أو أحيانا بيطلق عليها أصول معنوية. لكن الأصول الثابتة أصول ليها كيان مادي ملموس، دي أول خاصية. الخاصية الثانية إن الأصول الثابتة دي بتتضمن مجموعة من الخدمات المستقبلية المتوقعة، بستخدمها على عدد من السنوات أكتر من فترة محاسبية واحدة. وعند الحصول على هذه المنافع، المنافع هي اللي بتنخفض، أما الكيان المادي الملموس للأصل لن يتلاشى. يعني اللي بينخفض نتيجة الاستخدام هنا هو إيه؟ الخدمات المستقبلية المتوقعة المتضمنة في الأصل الثابت على مدار السنوات المختلفة، لكن الكيان المادي الملموس نفسه لن يتلاشى. بيترتب على الخاصية دي عدة نقاط. النقطة الأولانية إن الأصول الثابتة بتتميز بعمر إنتاجي طويل ومحدد بيتم تحديده بواسطة المتخصصين. النقطة الثانية إن إحنا لابد نوزع الخدمات المستقبلية دي أو تكلفة الأصل اللي هي بتعبر عنها الخدمات المستقبلية على فترات استخدامها، بحيث ان احنا نحمل كل فترة بنصيبها من باستفادتها من هذه الايه الخدمات المستقبلية اللي احنا بنطلق عليهم محاسبيا بند الايه الاهلاك. علاوة على ذلك نقدر نقول ان الاصول الثابتة بيتم اقتنائها ليس بغرض البيع، ولكن للاستخدام في عدة اغراض مختلفة. فلو مثلا على سبيل المثال كان عندي قطعة أرض المنشأة احتفظت بيها عشان تبنيها للمباني، فتسجل في تاريخ الاقتناء على إنها استثمارات وليست أصول ثابتة. طب أمال تتحول لأصول ثابتة إمتى؟ لما يتم إقامة المبنى ويتم استخدامه في أعمال المنشأة. في هذه الحالة الأراضي والمباني اللي هو العقارات تدرج ضمن الأصول الإيه الثابتة. أما الاستخدام الأصول فبيتم استخدامها في العملية الإنتاجية أو المحافظة عليها، وده معناها إن الأصول بستخدمها في أغراض الإنتاج ولإنتاج السلعة تمهيدا لبيعها، أو إن أنا ببيع خدمات اللي جاية من الأصل مباشرة للغير كما هو الحالة في تأجير الأصول. بالإضافة إلى أن الأصول الثابتة دي قادرة على أنها تزود الأنشطة الإنتاجية بخدماتها لأكتر من فترة محاسبية واحدة، وده اللي احنا بنركز عليه، أكتر من فترة محاسبية واحدة. بالإضافة لذلك نظر لأن الأصول الثابتة ليها طبيعة مختلفة، أصول ذات طبيعة مختلفة مش استخدام متشابه، وبالتالي لابد أن أنا إيه أقسم الأصول حسب
الفئة بتاعتها حسب كل مجموعة من الأصول ذات الاستخدام المتشابه أحطها في مجموعة واحدة، زي العقارات تبقى مع بعض، الآلات مع بعض، الأساس والسيارات وهكذا. بعد ما تعرفنا على مفهوم الأصول الثابتة والخصائص اللي بنقدر نستنتجها من التعريف، هنحاول نشوف إمتى نعترف بالأصول الثابتة أو إمتى نعترف بالبند على إنه أصل ثابت، تمهيدا لإدراجه في قائمة الدخل، في قائمة المركز المالي أو في الدفاتر. فيه شرطين نص عليهم المعيار، قال إن هما لازم يتوافروا معا، يعني الشرطين مع بعض مش شرط واحد، الشرطين مع بعض. إيه الشرط الأولاني؟ إن يكون من المحتمل أن يحقق استخدام البند أو استخدام العنصر اللي عندي منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة، يعني استخدام البند ده يديني منافع اقتصادية مستقبلية، دي حاجة. الحاجة التانية إن أنا أقدر أقيس تكلفة اقتناء العنصر ده بدرجة عالية من الدقة. طيب تعالوا نشوف بالنسبة للشرط الأولاني اللي هو استخدام العنصر يحقق منافع اقتصادية مستقبلية، ده معناها ان لابد ان تكون المنشأة قادرة على ان يكون لديها درجة كافية من التأكد بان المنافع الاقتصادية المرتبطة بالاصل الثابت سوف تتدفق الى المنشأة، سواء من خلال مساهمته بشكل مباشر او غير مباشر في هذا التدفق الايه المتوقع. يعني على سبيل المثال اشتريت سيارة لنقل البضائع، اشتريت سيارة لنقل البضائع من مقر الشركة إلى العملاء، فالسيارة دي هتستخدم، سوف تؤدي إلى إيه؟ تدفق منافع اقتصادية إلى المنشأة طول فترة استخدامها، بنقل البضاعة للعملاء فبيجينا التدفق النقدي، التدفق مقابل إيه؟ نقل هذه البضاعة، بإن أنا ببيع البضاعة دي للعملاء وبالتالي بحصل على المقابل. أيضا لو أنا بشتري آلات ومعدات بستخدمها في تصنيع السلعة، السلعة دي لما بيعها للعملاء هيديني تدفق ايه؟ منافع اقتصادية مستقبلية. وبالتالي لابد ان تكون المنشأة قادرة على انها يكون هناك توقع كافي لديها بان المنافع الاقتصادية المتعلقة بالاصل سوف تتدفق الى الايه؟ المنشأة. في بعض الحالات اقتناء الاصل قد لا يؤدي إلى تحقيق زيادة مباشرة في المنافع الاقتصادية لأي أصل من الأصول الحالية، ومع ذلك بيتم الاعتراف به على أنه أصل ثابت. طيب إمتى الكلام ده؟ ده في حالة ما إذا كان اقتناء هذا البند أو الأصل الثابت ده ضروري للمحافظة على البيئة وتحقيق الأمان، فاقتناء هذا الأصل ضروري لضمان الاستفادة من الأصول الأخرى بالمنشأة. يعني على سبيل المثال لو كان عندي مصنع كيماوي، مصنع لتصنيع المواد الكيماوية، فالمصنع أضاف أو الشركة اللي تبعها هذا المصنع أضاف آلات جديدة، إضافات جديدة للتعامل مع المواد الكيماوية. هذه الإضافات الجديدة ضرورية بتستوفي متطلبات المحافظة على البيئة ومتطلبات الأمن الصناعي عند إنتاج وتخزين المواد الخطرة. عشان كده هذه الآلات الجديدة اللي أنا ضفتها على وضرورية ولازمة لتخزين وإنتاج هذه المواد، وجودها ضروري بيحقق منافع اقتصادية مستقبلية للأصول الأخرى. وبالتالي بالرغم من إن هي ما بتساهمش مساهمة مباشرة في المنافع الاقتصادية الخاصة بالمنشأة، إلا أنها بتساهم مساهمة غير مباشرة، وهي أنها ضرورية لمتطلبات المحافظة على البيئة وتحقيق الأمان والأمان الصناعي بالنسبة للمنشأة. وبالتالي هعتبرها ضمن الأصول الثابتة، تكلفتها تعتبر ضمن الأصول الثابتة، بس بشرط. المعيار حدد شرط لذلك، ان صافي القيمة الدفترية للأصل نفسه والأصل الملحق عليه لا يتعدى القيمة الاستردادية لهما معا. يعني
صافي القيمة الدفترية لا تزيد عن القيمة الايه الاستردادية. وبالتالي في هذه الحالة نقدر ان احنا ايه نعترف بهذا الاصل او البند الملحق بالاصول الاخرى على انه اصل سائد. طب تعالوا نشوف الشرط الثاني بقى من شروط الاعتراف بالبند على انه اصل ثابت. الشرط الثاني هو امكانية قياس تكلفة اقتناء العنصر بدرجة كبيرة من الدقة، يعني اقدر احدد تكلفة اقتناء هذا العنصر. طبعا من السهل استيفاء هذا الايه الشرط. ليه؟ لان عملية التبادل اللي بتثبت شراء الاصل هي اللي بتحدد تكلفته، وبالتالي نقدر نحن نحدد تكلفة او نقيس تكلفة اقتناء الاصل بدرجة موثوق فيها او بطريقة يعتمد عليها. طيب تعالوا نشوف بقى ازاي هنحدد تكلفة اقتناء الاصل اللي هو بنسميها القياس الاولي للاصول الثابتة. القياس الاولي للاصول الثابتة يعني ايه؟ يعني اول قياس لتكلفة الاصل عند اقتنائه. المعيار المحاسبي المصري من ضمن الشروط اللي حددها عشان اعترف بالاصل على انه اصل ثابت هو ان انا اقدر احدد تكلفة اقتناء الاصل بدقة. وبالتالي بعد ما اقدر احددها هثبت او هسجل هذه القيمة في الدفاتر. طيب القاعدة بتقول ان احنا بنقيس بالتكلفة. بالايه؟ على اساس الايه؟ التكلفة. طب اشمعنى التكلفة؟ لان التكلفة بتمثل افضل تقدير للقيمة السوقية لها في تاريخ الاقتناء. وبالتالي لازم احدد ايه هي مكونات التكلفة عند الاستحواذ على الاصل او عند اقتناء الايه؟ الاصل. المعيار قال ان مكونات التكلفة عدة نقاط. النقطة الاولانية ثمن الشراء، وجميع النقطة الثانية جميع المصروفات الأخرى اللي تتكبدها المنشأة ويمكن إرجاعها مباشرة إلى الاستحواذ على الأصل الثابت ووضعه في حالة الاستخدام، يعني ضرورية لجعله صالح للاستخدام باختصار. طيب النقطة الثالثة إيه هي؟ التقدير المبدئي لتكاليف الفك والإزالة للأصل وإعادة المكان إلى حالته الأولى الطبيعية. تعالوا بقى كده نتكلم شوية عن كل عنصر من هذه العناصر. مكونات تكلفة الأصل الثابت اللي احنا قلنا عليها الثلاث عناصر دولت، تحديدهم بيختلف باختلاف طريقة الحصول على الأصل. ممكن أحصل على الأصل بالشراء النقدي، ممكن أحصل عليه ضمن مجموعة، ممكن أحصل على الأصل الثابت بالسداد الآجل، ممكن أنشئ الأصل الثابت داخليا يعني تصنيع ذاتي للأصل الثابت، ممكن أحصل عليه عن طريق منحة حكومية، ممكن أمول عملية الحصول على الأصل بإصدار أسهم في رأس المال، وممكن أن أنا أحصل على الأصل الثابت عن طريق الإيه؟ المبادلة. طيب تعالوا بقى كده نمسك أول طريقة للحصول على الأصل الثابت وهي إيه؟ الحصول على الأصل الثابت منفردا بالشراء النقدي، يعني هدفع مبلغ نقدي مقابل اقتناء الاصل الثابت. مكونات التكلفة اللي احنا اشرنا اليها من شوية بتتمثل في ثمن الشراء، في التكاليف التي يمكن ان تنسب الى او ترجع مباشرة الى للاستحواذ على الاصل الثابت، والنقطة الثالثة اللي هي ايه؟ تكاليف الفك والإزالة المقدرة في نهاية العمر الإنتاجي للإيه؟ للأصل. بالنسبة للعنصر الأولاني اللي هو ثمن الشراء، ثمن الشراء المقصود به إيه؟ المبلغ اللي بدفعه في حالة الحصول على الأصل منفردا بالشراء النقدي، هو الثمن اللي أنا بدفعه بالإضافة لأي ضرائب ورسوم على عملية الشراء، وتكون ضرائب غير مستردة، وبستبعد في هذه الحالة اي خصومات او تخفيضات تجارية، وبضيف اي مصروفات اخرى للاقتناء. زي ايه؟ زي مصروفات التسجيل ونقل الملكية، زي العمولة والسمسرة، زي اتعاب المحامين وخلافه.
يبقى إذن تمن الشراء عبارة عن المبلغ اللي بدفعه للشراء بالإضافة لأي ضرائب ورسوم جمركية أو ضرائب غير مستردة، وأشيل منهم الخصومات بكل أنواعها، وأضيف أي مصروفات الاقتناء زي مصروفات التسجيل ونقل الملكية وخلافه. ده أول عنصر. العنصر الثاني هو التكاليف اللي بيمكن أن تنسب مباشرة أو ترجع مباشرة للاستحواذ على الأصل الثابت وتجهيزه للاستخدام. ممكن نحن نقول على النقطة دي من التكاليف اللي هي التكاليف الضرورية اللي ما نقدرش نتجنبها، التكاليف الضرورية لجعل الأصل صالح للاستخدام في الغرض المخصص ليه، ما أقدرش أتجنبها. طب إيه الأمثلة على هذه التكاليف؟ تكاليف إعداد وتجهيز الموقع دي ضرورية ما أقدرش أتجنبها، يعني الآلة علشان تشتغل لابد إن أنا أبنيلها قاعدة خرسانية أثبتها عليها، وبالتالي تكلفة بناء القاعدة الخرسانية تعتبر ضمن التكاليف الضرورية التي لا يمكن تجنبها. تكاليف المناولة والتسليم، تكاليف التركيب والتجميع، أتعاب المهندسين، تكاليف اختبار ما إذا كان الأصل يعمل بكفاءة أم لا، دي كلها تكاليف لا يمكن تجنبها ضرورية. طيب لو فرض وكانت هناك أثناء نقل الأصل، أصل استوردته، أصل ثابت أو آلة استوردتها في المنطقة الجمركية، اتأخرت عن سداد الرسوم الجمركية، وبالتالي ما قدرتش اسحب الآلة من المنطقة الجمركية. غرامات التأخير لسداد الرسوم الجمركية هل تعتبر جزء من التكاليف التي يمكن ان تنسب مباشرة للاستحواذ على الأصل الثابت؟ لا. ليه؟ لأنه كان يمكن تجنبها وليست ضرورية. وأيضا إذا حملت الآلة على عربية، وأثناء ما السائق وهو ناقل الآلة من المنطقة الجمركية إلى مكان المصنع اتكلف غرامة سرعة، زيادة في السرعة، أو أيا كان الغرامة اللي اتحملها، هل هذه الغرامة تعتبر ضرورية وتنسب مباشرة للاستحواذ على الأصل الثابت؟ لا تعتبر كذلك. ليه؟ لأنه كان يمكن تجنبها، ليست ضرورية وكان يمكن تجنبها، ولكن إهمال السائق هو اللي حمل المنشأة هذا المبلغ، ففي هذه الحالة يعتبر الغرامات دي خسائر، مصروفات تحمل لقيمة الدخل، خسائر وليست تكاليف تضاف إلى قيمة الأصل الثابت. النقطة الثالثة أو العنصر الثالث من التكلفة، من عناصر التكلفة، هو التكلفة المقدرة لفك وإزالة الأصل وإعادة المكان إلى ما كان عليه في حالته الطبيعية. المعيار بيشترط إن إحنا النفقة دي تعتبر جزء من تكلفة الأصل الثابت، ولكن هذه التكلفة بنقدرها مقدرة، يعني إحنا بنقدر في نهاية العمر الإنتاج للأصل هقدر ايه التكاليف اللي انا هتحملها عشان ازيل الاصل وافك وازيل الاصل واعيد المكان لما كان عليه. هذه التكاليف تعتبر جزء من تكلفة الاصل الثابت، وهي مطلوبة لارجاع المكان الى حالته الطبيعية، ودي بتعتبر جزء من تكلفة الاصل، بتظهر في قائمة المركز المالي ضمن تكلفة الالات او ضمن الاصل الثابت. ولكن لما بنيجي نحسب الاهلاك بيستبعد هذا الجزء من التكلفة، زي ما هنتعرف على ذلك فيما بعد. خلاصة القول فيما يتعلق بالحصول على الأصل الثابت بالشراء النقدي، إن العناصر المكونة لتكلفة الأصل الثابت التي يتم شرائها، الأصول اللي بيتم شرائها، هي عبارة عن جميع العناصر التي تتكبدها المنشأة في سبيل الحصول على الأصل الثابت، وجعله صالح للاستخدام في الغرض المخصص له، بالإضافة إلى التكاليف المقدرة لفك وإزالة الأصل، وجعل الموقع على الصورة التي كان عليها قبل وضع الأصل من الأساس، بس بشرط
ألا يؤدي ذلك إلى تسجيل الأصل بأكبر من القيمة العادلة له أو بأكبر من القيمة الاستردادية له. وزي ما قلنا إذا كانت فيه خصومات أو تخفيضات جميع الخصومات أو التخفيضات سواء كانت خصومات تجارية خصومات نقدية بيتم استبعادها في هذه الحالة. طب بنستبعدها ليه؟ علشان نسبة الأصل بالسعر النقدي له اللي بيمثل التكلفة الحقيقية للأصل الإيه؟ الثابت. علاوة على ذلك من الممكن إن احنا نستبعد الإيراد اللي بتحصل عليه المنشأة من بيع المنتجات الخاصة بعملية اختبار الأصل، لأن زي ما احنا عارفين لما بنيجي نحاول نختبر اختبار تجريبي أو تشغيل تجريبي للأصل الثابت بتطلع عينات، هذه العينات بتتباع، وبالتالي الإيراد الناتج عن بيع العينات دي بيتم خصمه أيضا من إيه؟ من تكلفة الأصل لكي للوصول إلى التكلفة الحقيقية للأصل الثابت. تعالوا ننتقل دلوقتي إلى تكلفة أصول ثابتة ولكن بيتم شرائها في مجموعة، يعني مش هشتري الأصل الثابت لوحده ولكن ضمن مجموعة أصول. ضمن مجموعة أصول في حالة ما إذا اشتريت مصنع مكون من مجموعة من الأصول زي مثلا أراضي، آلات، مباني، سيارات، يعني مجموعة مصنع بالكامل، مجموعة أصول بمقابل إجمالي، بمقابل إجمالي. في الحالة دي هل هيتم إثبات الأصول كلها كرقم واحد بمبلغ إجمالي، ولا المفروض إن احنا نفصل الأصول بعضها عن بعض ونحدد تكلفة شراء كل أصل على حدة؟ المعيار المحاسبي المصري قال لي إن أنا لازم اللي هو رقم 10 لازم أفصل هذه الأصول عن بعضها البعض في حسابات مستقلة. طب ليه؟ لأن هذه الأصول مختلفة في الخدمات اللي بتقدمها، يعني الأراضي بتقدم لي خدمة مختلفة عن المباني، مختلفة عن الآلات، عن السيارات وخلافه. ده مش كده وبس، ده فيه أصول بيتم إهلاكها وأصول لأ، يعني الأراضي لا يتم حساب إهلاك ليها لكن المباني والسيارات بيتم حساب إهلاك ليها. وحتى عند حساب الإهلاك للأصول القابلة للإهلاك بنحسب بمعدلات مختلفة وبالتالي بتتناسب مع طبيعة كل أصل، وبالتالي لابد ان احنا ايه نفصل تكلفة كل أصل من الأصول اللي بتتضمنها الايه المجموعة. طيب السؤال دلوقتي احدد ازاي تكلفة كل أصل على حدة مع العلم بان انا دفع مبلغ اجمالي لكل الأصول مع بعض، احددها ازاي؟ المعيار قدم لي الحل وقال لي ان احنا نحددها استنادا الى مفهوم الأهمية النسبية للقيمة العادلة للأصل الثابت. يعني عشان احدد تكلفة كل اصل من هذه الاصول لابد ان انا اكون عارفة القيمة العادلة للاصل لكل اصل لوحده، القيمة العادلة لكل اصل لوحده، وبعد كده استخدم مفهوم الاهمية النسبية في تحديد تكلفة الايه الاصل. ازاي؟ بان انا اطبق القاعدة اللي موجودة قدامي او المعادلة اللي موجودة قدامي واقول تكلفة كل اصل من الاصول هتساوي تكلفة الشراء الكلية المبلغ الإجمالي اللي أنا دفعته في القيمة العادلة للأصل على إجمالي القيم العادلة للأصول المشتراة. يبقى كده حددت تكلفة الأصل اللي أنا عايزاه استنادا إلى الأهمية النسبية للقيمة العادلة للأصل. طيب الأهمية النسبية بستنتجها هنا من المعادلة دي منين؟ من القيمة العادلة للأصل اللي أنا عايزة أحدد تكلفته على إجمالي القيمة العادلة للأصول المشتراة. يبقى كده عرفنا نحدد تكلفة كل أصل في حالة ما إذا كنت بشتري الأصل ضمن مجموعة أصول ثابتة. طب لو الأصل الثابت ده بس بحصل عليه بالأجل على الحساب، يعني اشتريته النهاردة لكن دفعت قيمته فيما بعد سواء في صورة مبلغ هدفعه للدائنين مرة واحدة أو هدفعه على دفعات في صورة أوراق دفع أيا كانت الطريقة، لكن مش هدفع قيمته النهاردة في تاريخ اقتناء الأصل أو الحصول على الأصل، نعمل إيه؟ في هذه الحالة
بنعتبر ان تكلفة الاصل هي السعر النقدي له في تاريخ الشراء. يعني النهاردة اشوف سعره النقدي كام، وهو ده المبلغ اللي بيعبر عن تكلفة الاصل الثابت في تاريخ الاقتناء. طيب احصل على السعر النقدي ده ازاي؟ عن طريق ان انا استخدم القيمة الحالية للدفعات اللي هدفعها في المستقبل، اللي هدفعها بالاجل. بجيب القيمة الحالية للدفعات اللي انا هدفعها بالاجل، طبعا باستخدام معدل خصم معين بيديهولك في التمرين. طيب جبت السعر النقدي اللي انا هثبته النهاردة، لكن المبلغ الفعلي اللي انا هدفعه في المستقبل سواء على دفعة واحدة او على دفعات هيكون اكتر من اللي انا اثبته في الدفاتر اللي اثبته بالسعر النقدي النهاردة. الفرق بين الاتنين دولت بسميه تكاليف تمويلية. تكاليف ايه؟ تمويلية، بوزعها على فترة الائتمان، كل فترة بتتحمل بنصيبها بيتحط في قائمة الايه؟ الدخل. وبالتالي خلاصة الحتة دي ان انا لو حصلت على اصل ثابت بالاجل بيثبت الاصل الثابت في تاريخ الاقتناء على اساس السعر النقدي له في تاريخ الاقتناء. اما الفرق بين السعر النقدي اللي اثبته بيه في الدفاتر والمدفوعات اللي هدفعها مقابل التأجيل، هيعتبر الفرق ده ايه؟ تكاليف تمويلية تفزع على فترة الائتمان. بس في حالة من الحالات تكاليف التمويلية دي، التكاليف التمويلية دي ما بيتمش توزيعها على فترة الائتمان، ولكنها بترسمل. بترسمل يعني ايه؟ يعني تعتبر جزء من تكلفة الاصل الثابت، تحمل على تكلفة الاصل الثابت بتوافر شروط معينة وردت في المعيار المحاسبي المصري رقم 14، اللي هو المعيار اللي بعنوان تكلفة الاقتراض. لكن ده مش هندرسه. في المعتاد بنوزع التكاليف التمويلية على فترة الائتمان. تعالوا نشوف بقى بالنسبة للأصول اللي يتم إنشائها ذاتيا. يعني في بعض الحالات المنشأة لا تلجأ إلى شراء الأصل الثابت من بره، ولكنها بتحاول إن هي تصنعه داخليا ذاتيا في المصانع بتاعتها. طب إيه السبب؟ لتحقيق وفرات التصنيع، دي حاجة. الحاجة التانية إن هي عايزة الأصل ده بمواصفات معينة مش سهل إن احنا نحددها من بره أو إن احنا نحصل عليها من بره، فعشان كده إيه؟ بتصنعها بنفسها. طيب احدد تكلفة الاصل ده ازاي؟ هحددها على اساس التكاليف التصنيع اللي انا تحملتها. طب تكاليف التصنيع دي بتبقى مكونة من ايه؟ من تكلفة العمالة المباشرة، من المواد الخام اللي استخدمتها، من التكاليف ايه؟ الصناعية، من التكاليف الصناعية الاخرى، من التكاليف الصناعية الاخرى. طيب تعالوا نشوف كده. تكلفة التصنيع الأصل ذاتيا بتتضمن التكاليف المباشرة من المواد الخام والعمالة، التكاليف غير المباشرة الصناعية المتغيرة، لأن احنا عارفين ان التكاليف الصناعية غير المباشرة في ثابتة وفي متغيرة، فالمتغيرة يتحمل بنصيبه منها، بتتحمل على الأصل. أما بالنسبة للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة بنحمل نصيبه باستخدام معدلات بيتم تحديدها. طيب اثناء ما احنا بنصنع الاصل ده من الممكن ان يكون في فاقد اثناء التصنيع، وده شيء وارد. لابد ان انا هنا احدد بقى الفاقد ده فاقد طبيعي ولا غير طبيعي. اذا كان فاقد طبيعي فتكلفته بتبقى ضمن تكلفة الاصل التصنيع، اما اذا كان فاقد غير طبيعي فده ما بنعتبروش جزء من تكلفة الأصل الثابت، ولكن بنعمل فيه ايه؟ بنعتبره خسارة، بنحملها لقائمة الايه؟ الدخل في سنة الايه؟ التصنيع. طب احنا دلوقتي حددنا تكلفة تصنيع هذا الأصل ذاتيا، اخد الرقم ده واعتبره هو تكلفة الأصل الثابت واثبته في الدفاتر على طول؟ لا، المعيار قال لي لازم اقارن بين هذا الرقم اللي هو تكلفة التصنيع الذاتية وسعر المثل، اقارن بينه وبين سعر السوق وبين سعر المثل.
فاذا كان الاثنين بيساووا بعض، تكلفه التصنيع بتتساوى مع سعر المثل، مفيش مشكله، على طول المبلغ اللي انا اتحملته بالفعل هو اللي هثبته. طب لو كانت تكلفه التصنيع اقل من سعر المثل، يبقى معنى كده ان انا اتحملت مبلغ بدل ما كنت هشتريه من بره بمبلغ عالي صنعته ذاتيا بمبلغ اقل. هل من الممكن اعتبر ان الفرق ده ربح واضيفه لقائمة الدخل؟ لا، لانه لا يتم الاعتراف بالارباح الداخلية، ما اقدرش اربح من نفسي، انا منشأة ما اربحش من نفسي، وبالتالي لن يتم الاعتراف بهذا الايه المبلغ اللي هو الفرق في حالة زيادة سعر المثل عن تكلفة التصنيع. هاخد يبقى اذا هتثبت الاصل الثابت بتكلفة الايه التصنيع الفعلية. طب لو حصل العكس وتحملت تكلفة تصنيع اعلى من سعر المثل، طب ما انا كنت اشتريته من بره بقى وريحت نفسي، لان انا بتصنيعه اتحملت خسائر، فالخسائر دي نعترف بيها وتعتبر تحمل لقائمة الايه الدخل. يبقى في هذه الحالة بنعترف بالخسائر التشييد، يعني بيتم اثباتها في الدفاتر، اما اذا كانت هناك ارباح داخلية لا يتم الاعتراف بها. الى هنا اعزائي الطلبة والطالبات تنتهي محاضرة هذه المحاضرة، ونلاحظ ان احنا تناولنا تحديد تكلفة الاصل الثابت في عدة حالات، وهي تكلفة الاصل الثابت في حالة الشراء النقدي منفردا، وتحديد تكلفة الاصل الثابت اذا اشتريناه ضمن مجموعة، وحددنا تكلفة الاصل الثابت اذا حصلنا عليه بالاجل، وايضا كانت الحالة الرابعة اللي هي تحديد تكلفة الاصل الثابت عن طريق التصنيع الذاتي. الى هنا اعزائي الطلبة والطالبات تنتهي محاضرة اليوم، شكرا والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.